بتاع دائرة فحص الطعون حكم صحيح يتفق مع أحكام الدستور، والحكم اللي كان صادر من محكمة القضاء الإداري كان حكم معيب، والمحكمة العليا ارتأت إن هذا الحكم معيب ومشوب بالبطلان فوقف التنفيذ. المحكمة الإدارية العليا اليوم أقرت مفهوم وما توجهت به وما قررته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة، سواء بالنسبة للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببنها والذي قضى بوقف إجراءات انتخابات الرئاسة لعدم دعوة الناخبين وفقا للدستور من قبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث تمت الدعوة من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهذا من وجهة نظر الكثيرين ليس وفقا لأحكام وصحيح الدستور. هذا الحكم ترتب عليه ثلاث أثار قانونية. الأثر الأول، أصبح الفريق شفيق مرشحا لرئاسة الجمهورية بلا منازع قانونية. الأثر الثاني، أصبحت رئاسة الجمهورية طبقا لهذا الحكم وليس طبقا لقرار فاروق سلطان أصبحت تجرى في مواعيدها ولا شائبة عليها في ذلك. هو طبعا الحكم اللي صدر النهاردة من المحكمة الإدارية العليا يعني رجعنا للمنطقة صفر اللي احنا كنا فيها من البداية، وطبعا وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري اللي صدر من محكمة القضاء الإداري في بنها بوقف انتخابات رئاسة الجمهورية، على أساس أن الانتخابات تمت من خلال اللجنة القضائية اللي شكلت طبقا للنص المادة 28، وقال أن هذا الحكم تم وقفه النهارده، صدر الحكم بوقفه النهارده.